السلام عليكم، يعطيكم العافية. بهذا الفيديو رح نحكي عن ملاحظة كتير مهمة. لو أنا حبيت أربط فرعين، يعني بدل زونة البلس بمكان وزونة البلس بمكان تاني، وفي ريتشابيليتي بيناتهم عن طريق VPN موجود على البدالة، في ملاحظة كتير مهمة لازم ننبه عليها. هلأ زي ما احنا شايفين بهاي البدالة، تمام، رح نلاقي عليها VPN. بس احنا كترافيك كفويس لما نعمل سيب ترانك راح انا اختار البروفايل اللي هو لان ولا وان. فبدنا ننبه على موضوع انه انا لازم اعمل البروفايل جديد، اسميه مثلا open VPN والبورت نحكي 5060. اللوكال ليسنينج انترفيس، الفي بي ان اللي انا موجود عندي راح اشوف اذا هو اس اس تي بي ولا بي بي تي بي ولا ال 2 تي بي ولا اوبن في بي ان. الاكزامبل اللي عندنا اوبن في بي ان، فانا راح اختار اوبن في بي ان وبعد هيك بعمل سيف. هيك ممكن انا امشي الفويس ترافيك اللي ححطه بالسب ترنك عن طريق ال VPN. يعني لو انا عندي فرعين VPN حابب اربطهم والترافيك يكون الكولز عن طريق ال VPN، انا عملت هالي بروفايل. وزي ما بنعرف قبل عشان اعمل سب ترنك مع فرع تاني راح اعمل نيو، مثلا نسميها برانش بي. اوكي، بنحط الاي بي، يكون في ريتشابيليتي بيناتهم. مثلا زي ما احنا شايفين بهذا الاكزامبل، هذا الفي بي ان اي بي للبداله، فبالبرانش بي في في بي ان اي بي برضه. فانا راح اعمل بير ترانك، وبالنسبه للسب بروفايل راح اختار اوبن في بي ان، وبعد هيك سيف وابلاي. لما اعمل ربط بين الفرعين عن طريق الفي بي ان راح اعمل الخطوات اللي تعلمناها قبل بالفيديوهات السابقة، كيف اعمل كولز بين الفرعين. يعني لو انا عندي 300 هون وبالفرع الثاني 400، راح اعمل راوتينج بيناتهم بنفس الطريقة اللي تعلمناها. وهيك بنكون بهذا الفيديو حكينا عن ملاحظة مهمة في حالة استخدام الفي بي ان، كيف استخدمه لربط الفروع بين بدلات الزونت البلس باماكن مختلفه.